إطار خير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيوصل معنا في هذه الحلقة مشاهدينا إلى محافظة أسيوط، والبداية من مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر في مركز البداري، حيث عملت مؤسسة صناع الخير للتنمية على التعاون مع إحدى الكيانات الكبرى للعمل على التطوير الشامل للمدرسة وفق أحدث النظم وتوفير كافة الإمكانيات لأهالينا في الصعيد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. إيمانا بحق المواطن في الحصول على التعليم، وفي إطار استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المنظومة التعليمية، نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني احتفالية بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط لافتتاح مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية بعد إتمام عملية الترميم ورفع الكفاءة لتوفير بيئة ملائمة لتلقي العلم. مؤسسات مجتمع المدني والجامعات الخيرية دايما بيشاركونا وأنا بشكرهم جزيل الشكر في كل ما هو بيسعد أهالينا الحمد لله تعالى ويدخل البهجة والسرور، وده كله في إطار المبادرة الكريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة. ده مشروع احنا مستمرين فيه على مستوى الجمهورية بإذن الله، لكن احنا يمكن مركزين شوية في محافظة أسيوط، يمكن من المحافظات الأكثر احتياجا في كافة خدمات سواء الطبية أو التعليمية أو التمكين الاقتصادي. تكريم الطلاب النابغين بالمدرسة المرفوعة كفاءتها كان جزءا من حفل الافتتاح بعد تعزيز صناع الخير للبنية التحتية والتكنولوجية في عدد كبير من المدارس ومنها مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر لتصبح على أتم استعداد لاستقبال الطلاب. المشروعات بتاعت حياة كريمة عدد كبير من المدارس عندنا دخلت الخدمة، يمكن لسه تعدينا خلال الترم الثاني من الدراسة حوالي ما يزيد عن 86 مدرسة دخلت الخدمة. كان مش حلوة خالص وهي قديمة، دلوقتي بقت حلوة خالص. حلوة وشكلها حلو ومرتبة ونظيفة. أنا متفوقين فعشان كده كرموني وأنا أفضل سلام للشاطرة وبشكركم جميعا. قطاع التعليم ودعمه من أهم الملفات التي يعمل عليها التحالف الوطني ومؤسسة صناع الخير لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة، ولأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي، لذا كان توحيد الجهود تحت مظلة التحالف الوطني ضرورة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ليضاف كل يوم محرابا للعلم جديدا متطورا.